أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الركن والواجب والفرض؟ الركن والواجب في الصلاة، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، وأما الواجب فيسقط سهوا ويجبره سجود السهو. إذا سهى وترك الواجب فإنه يسقط ويجبره سجود السهو. وأما الواجب والفرض فعند الجمهور لا فرق بينهم، الواجب والفرض بمعنى واحد، إلا عند الحنفية يرون أن الفرض آكد من الواجب، أن الفرض آكد من الواجب، أما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب. نعم.